بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا صحة الدجاج بعد خلطة ولد الشرقية فل الفل. الحمد لله استخدمت أول على طول يموتون عندي الدجاج، تعبت وياهم والحين لا الحمد لله ضبطت الأمور وياهم. هذا من الصيصان من استخدمناهم، جاء عندنا الانتاج فار الحمد لله. ما قدرت اسيطر على موت بس الحمد لله استخدمنا الخلطة. هذا قاموا يصفون عندنا الحمد لله. هذا شرينا طيور نجرب عليهم الخلطة ان شاء الله نستفيد يا رب. السمن استخدمنا لهم الخلطة وضعهم على صحتهم. الله يعطيك العافية ولد الشرقية على هالخلطة. محدثكم المنيزلة وتاريخ اليوم 1449 شهر ثلاثة يوم 27. هذا استخدمنا خلطة ولد الشرقية على الطيور. هذا هم صفر حطت بيض الحمد لله. توها أول بيضة. هذا بيض الدجاج الحمد لله في كل مكان شوف موجود. الله يعطيك العافية يا ولد الشرقية.